بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، معكم نسيم، مرحبا بكم في قناتكم الخاصة بتربية الحسون. طبعا إذا كانت أول زيارة لك في قناتي يمكنك المشاركة فيها لتصلك كل المواضيع إن شاء الله، وشغل الجرس ليصلك فيديو كل مرة. اليوم أصدقائي فيديو جديد مهم جدا، وسأطرح عليكم هذه الطريقة لإنتاج الحسون بدون معاناة. طبعا ليس شرط توفير غرفة كهذه، لكن بإمكانك عمل سلاكة صغيرة وتضع فيها زوج أو زوجين من الحسون. فقط أن تكون مثالية، وتوفير الإضاءة الطبيعية ضروري، وتوفير لها مكان تطيل عليها أشعة الشمس جيد جدا. بعدها فقط ما عليك سوى تقديم البذور والماء، وانتظر الفراخ بفارغ الصبر. وهذه الطريقة لمن يجد صعوبات في إنتاج الحسون داخل الأقفاص، وهذه الطريقة تضمن لك الإنتاج 100%، ولن تتعب أبدا في ذلك. طبعا أنا قمت بإنشاء هذه الغرفة لأستمتع أكثر بطيوري، ومن حق كل مربي يعشق هذه الهواية بعمل كل ما يجده مناسب. وهذه الطريقة أيضا أصدقائي ستعلمك الصبر، لأنك لا تستطيع تغيير الأزواج كل مرة، ولا تستطيع تبديل الذكور والإناث كل مرة عكس الأقفاص، لكن ستحقق أحلامك بكل سهولة وبدون معاناة عكس القفص. إذن أتمنى أن الفكرة وصلتكم بشكل مفهوم إن شاء الله، وأتمنى لكم أيضا النجاح والتوفيق سواء في الأقفاص سواء في السلاكات. وسنلتقي في فيديوهات أخرى وسنشرح لكم المزيد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.